السلام عليكم أعزائي الطلبة. طبعا اليوم راح نكمل الدرس السابق. الدرس السابق بدينا اللي هو كان عنوان الدرس مالنا Basics in English، أساسيات في اللغة الإنجليزية. اليوم أيضا راح نكمل القسم الثاني أو الجزء الثاني من Basics in English 2. طبعا إذا نتذكر أو نراجع الدرس السابق، تكلمنا عن أن الجملة من ماذا تتكون. قلنا أيضا الجملة تتكون من فاعل ثم فعل ثم تكملة الجملة، وتكلمنا أيضا عن الفاعل وقلنا إما يكون على شكل اسم مثل علي، عمر، سارة، ليلى، وقلنا أيضا ممكن يجي على شكل أسماء حيوانات مثل cat and dog، وأيضا ممكن قلنا يجي على شكل جماد like doors, windows, fridges, TVs, etc. And we also said we can use أو ممكن نستخدم pronouns like I, we, you, they, he, and she, and it. وقلنا أيضا أن هذول السبع ضمائر ممكن تغنينا أو تعوضنا عن كل الأسماء، فممكن نستخدم ضمائر وممكن نستخدم أسماء. هذا كان فيما يخص الفاعل اللي هو قلنا الذي يقوم بالفعل أو صاحب الفعل. وبعدين أيضا تكلمنا عن الفعل وماذا يتكون الفعل، وقلنا إما يكون على شكل فعل مساعد وإما يكون فعل رئيسي. تكلمنا أيضا عن الفعل المساعد وقلنا أن الفعل المساعد من أهم أجزاء الجملة وينقسم إلى أربع أقسام. وقلنا أيضا القسم الأول أنه أفعال to be وتتكون من is, am, are, was, where. وقلنا أفعال do اللي هي do و does و did، وأفعال have اللي هي have والhas والhad، وأفعال الناقصة اللي هي can والcould الماضي مالها shall should will would may might ought to need to and must. هذا كان ما يخص الدرس السابق. اليوم طبعا عندنا راح نكمل القسم اللي بعد الفعل المساعد. شنو يجي عندنا بعد الفعل المساعد؟ بعد الفعل المساعد عادة يأتينا الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي طبعا قبل كل شيء ما ممكن يجي فعل رئيسي قبل فعل مساعد أبدا، هذه الشغلة مستحيل تحصل. دائما فعل مساعد ثم فعل رئيسي. يعني حاول تتخيل أن أنت من تفوت على دائرة حكومية أو تفوت على مكتب وزير أو مكتب مدير شركة، دائما راح تلقي السكرتير ماله، المساعد ماله، ثم الرئيس رئيس الشركة. فنفس الفكرة هنا، ما ممكن إنه الرئيس يجي قبل المساعد، لا، ولكن أول شيء المساعد ثم الرئيسي. اليوم موضوعنا مثل ما قلنا عن الفعل الرئيسي اللي هو المين فيرب، الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي عادة هو جزء ثابت من الجملة. يعني ما ممكن أنا عندي اليوم جملة أو أسوي جملة ما بيها فعل رئيسي، لازم هناك فعل رئيسي. ممكن أستغني عن الفعل المساعد ولكن لا يمكن أستغني عن الفعل الرئيسي. هسه هنا بعض الطلاب راح يسألني أستاذ شلون، لكن أنا ممكن أقدر أقول he is a doctor، he is a doctor، أو he is a teacher، I am a student. هنا راح يسألني إنه أستاذ أنا استخدمت فقط فعل مساعد اللي هو is أو الآن أو الآر، أو ممكن أستخدم الدو، I do my homework، I do my homework، أو I have a cat، هنا كلها أفعال مساعدة. زين شلون أنت تقول لازم أستخدم فعل رئيسي وبنفس الوقت أنا هنا بس عاد أستخدم فعل مساعد؟ فإذا هنا صارت مشكلة. أنت من جهة تقول ما يصير أكو جملة بدون فعل رئيسي، ومن جهة هنا أنا عاد أستخدم فقط فعل مساعد. هنا أحب أوضح للطلاب انه الافعال المساعده مثل ما ذكرنا فعل افعال to be اللي هي is, am, are, was, where، وافعال do اللي هي do what does what did، وافعال have اللي هي have والhas والhad. هذول الثلاث مجموعات ممكن استخدمهم كفعل رئيسي وممكن استخدمهم كفعل مساعد. يعني شلون؟ يعني مثلا انطيك نفس المثال اللي هو مثل ما قلنا رئيس الشركه او مدير المدرسه. مدير المدرسة أو رئيس الشركة من يطلع عند بشغل، من يخرج في شغل معين أو في مهمة معينة، أكيد راح يخلي النائب ماله أو السكرتير ماله أن يكون هو يقوم بدور الفعل الرئيسي. فنفس المسألة هنا، إذا كان عندك جملة ما بيها فعل، يعني فقط فيها العفو فقط فيها فعل مساعد، فهنا هو الفعل المساعد هو راح يأخذ دور الفعل الرئيسي، وبنفس الوقت هو بالأصل هو مساعد، فإذا هو أخذ تقمص الدورين، أخذ الفعل الرئيسي وأخذ الفعل المساعد. فهنا هي هاي الفكرة، حتى لا تتوهمون، هو يبقى فعل مساعد ولكن هنا قام بدور الفعل الرئيسي، أخذ دوره فقط لمدة معينة لحد ما يكون أكو فعل رئيسي، خلاص هو يرجع إلى حالته الطبيعية. فهنا بس حبيت أوضح هاي المسألة،
انه ممكن استخدم فعل مساعد لوحده، ولكن هنا راح يتقمص او راح ياخذ دور الفعل الرئيسي. فارجع اذكر انه الثلاث افعال او الثلاث مجموعات اللي افعال to be، افعال do، افعال have ممكن تاتي لوحده في جمله، ولكن هاي الافعال راح تاخذ دور الفعل الرئيسي. اما افعال الناقصه فما ممكن تاتي لوحده، وهذا احد الاسباب سالت انا بالمحاضره السابقه لماذا تسمى بالافعال الناقصه. هذا احد الاسباب انه هي لا يمكن ان تاخذ الجمله على عاتقها، يعني ما تقدر تكون جمله لوحده، يعني ما ممكن اخلي لي جمله بها كان لوحده فقط. اقول مثلا I can football، الجمله خاطئه ما ترهم ما تصير، لازم اقول I can play اضيف له فعل رئيسي ثم اقول football. I will play football او I will travel، الويل ما تقدر تجي لوحده، لازم اكون وراها فعل رئيسي، ولهذا سميت بالافعال الناقصه لانه لا تقدر ان تاتي لوحدها في الجمله، لازم اكون معاها فعل رئيسي حتى يسانده. عكس الافعال المساعده الاخرى اللي هي ممكن تاخذ دور الفعل الرئيسي، ممكن تاخذ دور الفعل المساعد. نرجع للافعال الرئيسيه. الافعال الرئيسيه مثل ما قلنا هي جزء اساسي من الجمله، ولكن ايضا بها تفرعات او بها عده استخدامات. نحن مثل ما قلنا بالدرس السابق ونحب نذكر مرة أخرى أنه أنت إذا أردت تغير الزمن مال الجملة فقط غير لي الفعل، فقط غير الفعل الزمن كله راح يختلف. بمعنى أنت اليوم عندك فعل مضارع أو عندك زمن مضارع تريد تسويها ماضي، فقط غير لي الفعل. عندك فعل ماضي تريد تسويه ماضي تام، فقط غير لي الفعل. تريد تسويه مستقبل، فقط غير الفعل، لا تغير كل شيء، أبد لا تغير كل شيء، فقط غير لي الفعل. فمثلا على سبيل المثال أقول I play football، I play football، هنا جملة مضارع play لأنه جت مصدر مضارع play football. إذا أريد أسويها ماضي أقول I played، أضيف لأيدي للplay فقط، I played football وأصبحت ماضي I played football. زين إذا أريد أسويها مستمر أقول I am playing، I am playing، فهنا ال ing أصبحت مستمرة. فإذا فقط أنا عاد أغير فقط بالplay، play playing played إلى آخره. ولهذا السبب أن الفعل الرئيسي باللغة الإنجليزية يأتي على خمس تصاريف أو خمس استخدامات. بعض الطلاب هم راح يسأل يقول لي أستاذ شنو التصاريف، نحن دائما بس نسمع باقي الكلمة تصاريف الأفعال بس ما نعرف يعني شنو الغاية منها وشنو الفكرة من وراءها. بكل بساطة التصاريف ما يعني اللي نقصده بالتصاريف أنه هو يعني هناك لكل تصريف استخدام، لكل تصريف استخدام. يعني ممكن على سبيل المثال احنا هنا عندنا كم تصريف، 1 2 3 4 5، طبعا هي من الاساسيين فقط خمسه باللغه الانجليزيه، خمس تصاريف، خمس اشكال للفعل ممكن ان يجي، يعني يجي الفعل بخمس اشكال لا غير، او خمس استخدامات. الاستخدام الاول او الشكل الاول ان يكون على شكل مصدر ما بينه اي اضافات نهائيا، فقط يكون في حاله المصدر. النوع الثاني انه يكون الثيرد بيرسون سينجولار، ثيرد بيرسون سينجولار اللي هو اس الشخص الثالث، فنضيف له ايضا اس الشخص الثالث. نلاحظ ان هنا البلاي اصبحت بلايز، الواتش اصبحت واتشز، سبيك سبيكس، رايت رايتس، ستدي ستديز. النوع الثالث او الاستخدام الثالث اللي هو يسمى الاي ان جي بارتيسيبل، اللي هو الاي ان جي اللي نحن نعرفه بالاستمراريه، انه الفعل ممكن نستخدمه بالاستمراريه، فقط نضيف له ing. اذا اريد اسوي فعل مستمر فقط اضيف له ing، فالبلاي تصبح عندي playing، الwatch watching، والى اخره. زين انا اريد احول الفعل الى ماضي، هنا كثير من الطلاب يقعون في مشكله. ليش؟ لانه الفعل من نحوله الى ماضي هناك قاعده وان شاء الله نشرحها بالتفصيل في موضوع الماضي البسيط. انه الفعل من تحوله الى ماضي هناك حالتين، او هناك عندك مجموعتين فقط، مجموعة تسمى بالأفعال القياسية، وهذه طبعا الماضي مالتها يكون باستخدام ايدي فقط، هذه تسمى قياسية يعني لها قاعدة محددة ما ممكن نغيرها، فقط تضيف لها ايدي. النوع الثاني من الأفعال يسمى بالأفعال الشاذة اللي هو irregular forms، irregular verbs. هذه الأفعال الشاذة الماضي مالها ما ممكن يعني ما يصير باستخدام الايدي، يعني على سبيل المثال أعطيك مثال، لاحظنا هون البلاي صارت played بالماضي، بس لو نجي على speak ايش صارت؟ صارت spoke. المعنى شنو؟ المعنى انه هذه شاذة و
وهذه قياسية. ليش شاذة؟ نلاحظ وراها الرايت أصبحت روت، فكل كلمة مختلفة عن الأخرى. ممكن أستخدم أيضا كلمة على سبيل المثال كلمة جو، الجو الماضي مالها وينت، فالماضي مالتهم كل واحدة من هاي الكلمات أو من هاي الأفعال يجي بطريقة مختلفة عن يعني كل واحد مختلف عن الآخر. أما الأفعال القياسية لا، هي لها قاعدة محددة موحدة، كلهم باستخدام إيدي، كلهم باستخدام إيدي، حتى لو كان اختلاف بسيط. يعني مثلا هنا عندي البلاي أصبحت بلاي، هنا الستدي أصبحت ستديد، إنه قلبت الواي إلى آي وضفنا إيدي، ماكو مشكلة، المهم إنه الإيدي موجودة، الإيدي حاضرة. فهذه تسمى أفعال قياسية. الأفعال القياسية كيف أحولها إلى ماضي؟ بإضافة إيدي. البلاي تصبح بلاي، الووش تصبح ووشت، الورك وركت، لسن لسند، ستدي ستديد، إلى آخره. فقط تضيف إيدي، فقط إضافة إيدي. أما الأفعال الشاذة فهذه لازم الطالب يحفظها، لازم الطالب يحفظها ويتعلم عليها، إنه حتى يتغلب على المشكلة كيف يفرق بين الفعل الشاذ وبين الفعل القياسي. النوع الخامس والأخير اللي هو يسمى بالأفعال الماضي التام أو التصريف الثالث، نحن نسمينه بالعامية التصريف الثالث. التصريف الثالث، إذا تلاحظون أنا كتبت هنا ED1 وهنا كتبت ED2، ليش؟ لأنه هي اثنينهم يأخذون ED، اثنينهم الماضي البسيط أو التصريف الثاني، هذا طبعا يسمى بالمناسبة يسمى خلينا نسميه التصريف الثاني. الـ ED1 هو ماضي بسيط، إيش نضاف له؟ نحول الفعل إلى ماضي، إيش نضيف له؟ نضيف له ED. زين التصريف الثالث إذا حوله إلى تصريف ثالث ماضي تام، إيش أضيف له؟ أيضا أضيف له ED، ايضا راح اضيف له ايدي. فهاي المشكله انه اثنين بايدي. فباللغه الانجليزيه شلون نفرقهم؟ الاولى نسميها ايدي 1 يعني ايدي 1 الايدي الاولى، والثانيه نسميها ايدي 2 اللي هي الايدي الثانيه. فالافعال القياسيه راح تشوف انه هي نفس الكلمه نفس الكتابه ما تتغير. اذا تلاحظ بلايد بلايد، واتشد واتشد، ستديد ستديد. المشكله الاكبر وين؟ أكيد راح تكون بالأفعال الشاذة، لأن أيضا ممكن تختلف، ممكن تبقى، ممكن تتغير، ما معلوم، لأنه شاذة كل واحد شكل. فإذا تلاحظون أنه speak أصبحت spoke بالماضي ثم أصبحت spoken، اختلفت مرة أخرى، هذا بالتصريف الثالث. write wrote بالماضي written، فهنا أيضا اختلفت. فإذا ما إيش معناها؟ معناتها هذه شاذة، هذه شاذة، فهاي أيضا لازم تحفظوها، لازم أيضا تحفظوها. أتمنى تكون لحد الآن وصلت الفكرة، أتمنى يعني إن شاء الله يكون وصلت الفكرة كيف نفرق بين الأفعال الخمسة أو التصاريف الخمسة. التصاريف الخمسة طبعا إنه هي تكون عندك خمس استخدامات للفعل أو خمس أشكال أو الأفضل أن أقول خمس استخدامات ما أقول خمس أشكال، لأن بعض المرات الشكل هو يبقى يعني ما ممكن أقول هنا خمسة أشكال، لأنه هنا أربع أشكال عندي play plays playing played played، هي نفس الشكل، ولكن ممكن أقول خمس استخدامات، خمس استخدامات، لأن كل واحد استخدام وشكل، كل واحد استخدام وشكل. لو نأخذ مثال بسيط فقط، إنه هنا play تيجي مع المضارع البسيط وحصريا مع ال I we you they، على سبيل المثال. طبعا هذا مثال واحد بسيط، وممكن طبعا تجي play في كثير أشياء، ولكن هذا ما موضوعنا، ما أريد أتوسع حاليا. البلايز تجي مع اس الشخص الثالث في زمن المضارع البسيط حصرا، اس الشخص الثالث يعني مع الهي والشي والإت. زين البلاينج ايمتى يستخدمه؟ لما يكون عندي قبل فعل مساعد يكون مثلا از وام وار او واز وير، يعني من افعال تو بي، بقول از بلاينج واز بلاينج ار بلاينج الى اخره. الماضي لما يكون عندي زمن ماضي، يسترداي لاست ويك الى اخره، استخدم زمن ماضي. التصريف الثالث متى استخدمه؟ لما يسبق الفعل أحد أفعال have، يعني have has أو had. وفي بعض الأحيان لما يكون عندي المبني للمجهول أيضا استخدم معاه تصريف ثالث. طبعا المبني للمجهول تختلف قاعدته، إن شاء الله نجي عليه لاحقا نشرحه بالتفصيل، لأنه المبني للمجهول لازم يجي قبله أفعال to be. فأنا ما أريد أدوخك حاليا، أنت كمستوى أول، لأنه نحن دائما نذكر أنه هي basics أساسيات، أنا ما أريد أتعمق. فبالbasics انه المصدر يجي مع المضارع البسيط، مع المضارع البسيط، ولا تجي بعد تو، كلمه تو، تو بلاي تو ستدي تو ورك،
مضارع البسيط مع الآي والوي والي والذي. اس الشخص الثالث يجي مع الهي والشي والإت أيضا مع المضارع البسيط. الآي إن جي تجي لما يكون أكو قبله أحد أفعال تو بي اللي هي إز وآم وآر واز وير. أما الماضي فأكيد لما يكون عندك زمن ماضي فلازم تستخدم ماضي. طبعا الزمن الماضي مثل يسترداي البارحة، مثل لاست ويك الأسبوع الماضي إلى آخره. أما التصريف الثالث متى استخدمه؟ التصريف الثالث يستخدم عادة في الماضي التام أو المضارع التام، يعني لما يجي قبله has أو have أو had، أو لما يجي معانا مبني للمجهول أيضا نستخدم تصريف ثالث. أتمنى تكون وضحت الصورة بالنسبة شنو الأفعال الرئيسية وكيف يتكون الفعل الرئيسي أو شنو التصاريف الأفعال الرئيسية. بالنهاية أحب أقول الله يوفقكم طلابي جميعا، وإن شاء الله نشوفكم الدرس القادم في تكملة للبيسكس الإنجليش إن شاء الله. السلام عليكم.